في خلال 15 عاما الماضية نجحنا في تحويل 9 ملايين متراً مربعا من الأرض إلى أكثر المناطق الصناعية الخاصة ريادة في مصرنا الوطن. شركة السويس للتنمية الصناعية. إن الهدف من قطاعنا الصناعي هو توفير البنية التحتية لأكبر عدد ممكن من الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. نستقبل عملاءنا بباقة متكاملة من المرافق والخدمات عالية الجودة تيسيراً لإطلاق أعمالهم في أقصر وقت وبأقل معاناة وطبقاً للمعايير الدولية للمناطق الصناعية. موقع استراتيجي على بعد 55 دقيقة فقط من مطار القاهرة الدولي، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعلى مقربة من موانئ التصدير عبر البحر الأحمر، السخنة والسويس. رسالتنا تتخطى امتلاك وصيانة وإدارة القطاع الصناعي إلى القيام بدور الشراكة مع عملائنا، فمن خلال منهجيتنا للتميز التنفيذي نحقق رسالتنا بالاستجابة لاحتياجات عملائنا ودعم التكامل المتبادل بينهم لتوفير مناخ استثماري مربح. نحن نسعى للتناغم الدائم مع النظام البيئي المحيط بمنطقتنا الصناعية، فمن خلال الاستغلال الأمثل للمساحات واستزراعها والسيطرة على السيول ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، نعمل جاهدين على اتخاذ كافة التدابير للاستمتاع بالبيئة المحلية والمحافظة عليها. نقدم اليوم مشروع Plug and Play الذي يمنح رواد الأعمال مزايا غير مسبوقة لإطلاق وتوسعة نشاطهم، بدءاً من توفير مصانع جاهزة المرافق، تسليم مفتاح والمرونة في تصميم الوحدات الصناعية، إلى المساعدة في التأسيس القانوني وإصدار التراخيص الحكومية وتقديم الاستشارات الاقتصادية والهندسية. بسبب اختياري Plug and Play as a concept، أقدر أقول إنها collectively الحاجات اللي إحنا قلناها، الـ compound صناعي، الـ infrastructure اللي بتوفر لي، المية اللي أنا محتاجها للصناعة بتاعتي، الـ support اللي باخده من المانجمنت والمهندسين الموجودين on site، plus ممكن أقول الـ location مهم جدا أو كان عامل أساسي في اختياري للمكان. نستشرف آفاق المستقبل بمحور تجاري جديد يعكس تاريخ مصر المجيد ويؤكد على سعينا الحثيث نحو التقدم والاستدامة. رؤيتنا أن نكون النموذج الأكثر تميزاً واستعداداً لتلبية احتياجات رجال ورواد الأعمال وتزويدهم بمقومات النجاح، ممثلة في الموقع المتميز والمرافق المتكاملة عالية الجودة، إضافة للصيانة الدؤوبة والإدارة التي تحقق أعلى مستويات الاحترافية والمصداقية. شركة السويس للتنمية الصناعية.